بدعم من صندوق الأمم المتحدة، قام فرع اتحاد نساء اليمن بمحافظة أبيان حفلا خطابيا وفني وتكريم بمناسبة اختتام فعاليات مشروع تحسين سبل العيش والتمكين الاقتصادي. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. وسط أجواء من الفرح والسعادة بإبداعات زهرات محافظة أبيان بمناسبة اختتام فعاليات اتحاد نساء اليمن للتمكين الاقتصادي بمحافظة أبيان وانتهاء العام 2020، شهدت القاعة الكبرى بمقر اتحاد نساء اليمن بزنجبار حفل خطابي وفني وتكريمي امتزج بلحظات فرحية معبرة عن فرح النساء والفتيات اللاتي شملهم التكريم البالغ عددهم 21 امرأة وفتاة، وذلك ضمن مشروع تحسين سبل العيش والتمكين الاقتصادي عبر المساحات الآمنة بدعم من صندوق الأمم المتحدة. وفي افتتاحية الحفل ألقى الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ مهدي الحامد كلمة السلطة المحلية، نقل في مستهلها تهاني السلطة المحلية ممثلة بالأخ محافظ المحافظة اللواء الركن أبو بكر حسين سالم للأمين العام لاتحاد نساء أبيان بمناسبة حصولها على عضوية الشبكة العربية كمستشار للشبكة، وعبر عن الأهمية التي يمثلها حفل في تكريم القيادات النسائية والرائدة. واكملنا هذا العمل الكبير الذي قام به الاتحاد للأمم من برنامج الإنماء الأمم المتحدة، وأنا دائما في كل مقالاتي وفي كل كلامي أقول أنه لابد من انتقال المنظمات الدولية العامة في محافظة أبيان وكذلك المشاريع التي يقوم بها اتحاد إنشاء اليمن، يجب أن تحظى هذه المديريات محافظة أبيان على من هذا الدعم. الأمين العام للاتحاد وقائدة العمل النسائي أكدت خلال كلمة لها إن هذا الحفل يأتي تكريما لدور المرأة الريادي منذ تأسيس الاتحاد. لتكريم النساء الرائدات في المجتمع الأبيني وخصوصا النساء توفن، اليوم نحن نقدم لهم هذه اللفتة الكريمة إن هؤلاء النساء عملا بشكل متواصل من أجل خدمة أبيان وخدمة المجتمع بشكل عام، وقدموا كثير من الأنشطة والإنجازات في المجتمع الأبياني، إضافة إلى أن هناك في رائدات على قيد الحياة أيضا لا زال يقدمن الكثير من الأنشطة ويقدموا كثير من الإنجازات. لا يسعني إلا أقول كل عام وأنتم بخير، وأقول لمحافظنا محافظ أبيان كل عام وأنت بخير سيادة اللواء أبو بكر حسين سالم، وشكرا لك كرجل وقائد ومناضل باني نهضة أبيان، شكرا لكم. برنامج التدريب الذي استمر لعام كامل شمل تدريب أكثر من 1200 متدربة، يكرم اليوم عدد منهم وتحفيزهم بالمشاريع الصغيرة. اليوم يوم عرس نسائي كبير جدا بتكريم وذكر رائدات المجتمع المدني اللي هم النساء في اتحاد نساء اليمن ومؤسسات نساء اليمن واللي استمروا فيه إلى اليوم. ما حفل الختام تكريم المتدربات حيث تم تدريبهم على المهارات الحياتية في مجال الخياطة والأشغال اليدوية والبخور. شهد الحفل الذي حضره مدير عموم الشؤون الاجتماعية محمد ناشر والدكتور جمال مذيب مدير عام مكتب الصحة والسكان ومستشار المحافظة عبد الناصر اليزيدي ومدير هيئة مستشفى الرازي الدكتور حسين عبد الباري وخالد القديري رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة ومستشارة الاتحاد للشؤون القانونية وفاء الخضر وقيادة ورائدات العمل النسائي. شهد عدد من الفقرات الفنية والتمثيلية والرقص الشعبي في الحفل. كرمت أمين عام الاتحاد الأستاذة عديلة الخضر، كرمت محافظ محافظة أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم بدرع الوفاء، تسلم الدرع عنه الأمين العام الأستاذ مهدي الحامد، كما تم تكريم العشرات من رائدات العمل النسائي وعدد من المساندين للنشاط ودعم قضايا المرأة. وشمل حفل اختتام الفعاليات إقامة بازار للنساء المستفيدات من المشروع في مجالات الأشغال اليدوية والتطريز والمعجنات والبخور والصناعات الخزفية. ردفان عمر، محافظة أبيان.